الصوتي. مرحبا بكم، إليكم المعلومات الكاملة حول طرق صناعة المؤثرات الصوتية في أشهر الأفلام السينمائية. سابعا، روبن هود. على الرغم من أن هناك الكثير من المشاهد في هذا الفيلم التي يتم تضمين صوت الخيل بها، إلا أن أصوات عدو الخيل تلك ليست طبيعية، وإنما هي جزء من تقنية مذهلة. ومن أجل التوصل إلى هذه الأصوات الدقيقة، استخدم الإنتاج جوز الهند الخاوي وصوت الإنسان وأبازين الأحزمة من الجلد من أجل صوت جسم البطل. هل كنت تتخيل ذلك؟ سادسا، مملكة الخواتم. من أجل عمل أصوات الضوضاء في المشهد الذي يظهر فيه فرود وغاندالف وهما يحرقان المظروف من أجل الكشف عن الخاتم الذي يتحكم في كل شيء، قام مهندس الصوت باستخدام صندوقا خشبيا من أجل صوت الأبواب، إلى جانب الأوراق وقطع القماش وأشرطة الفيديو القديمة من أجل صوت النيران. انظر بنفسك. خامسا، فندق ترانسلفانيا. هل سألت نفسك ذات مرة كيف يتم عمل كل الأصوات في أفلام الرسوم المتحركة المسلية تلك؟ لا تتساءل أكثر من ذلك، ولأن هذا المشهد المذهل لدينيس وواني من فيلم فندق ترانسلفانيا هو خير مثال. فمن أجل القيام بهذا السحر، قامت سيدتان باستخدام طقم شاي وقطع من القماش وقفازات مع قطع معدنية صغيرة في الأصابع من أجل صوت حوافر الشخصية، وعبوة معدنية من أجل صوت قطع السكر. إن هذا مذهل بحق. رابعا، المتحولون الجزء الثالث. بالقطع ان الابقاء على المشاهد مستمتعا ليس سهلا على الاطلاق، ويعلم كل من المخرج مايكل باي والمنتج ستيفن بالامر. فمن اجل اظهار هذا الفيلم بتلك الطريقة الرائعة، فقد استخدم صناديق ممتلئة بالصواريخ وسيارات حقيقية من اجل صوت المحركات وقطع من الثلج الجاف على معادن مختلفة، والتي لدى تواصلها مع بعضها البعض تنتج هذا الصوت الحاد والذي يصدر من المتحولين لدى تحركهم طوال الوقت. ثالثا، مدير الوردية الليلية. في هذا المسلسل الرائع مع الممثل الوسيم توم هيدلستون، جعلنا الفنان بارنابي سميث نشاهد السحر خلف المشاهد. يكفي أن نشاهد كل العمل خلف الكاميرات حتى نعرف أنه باستخدام بعض صناديق الرمال والغبار والأحجار والملابس والكثير من العبقرية، من الممكن القيام بأشياء مذهلة. لذلك يعتبر مسلسل مدير الوردية الليلية من مسلسلات المفضلة. ثانيا، حرب النجوم. من كان ليصدق أنه باستخدام القليل من الغبار وكرة الملهى الليلي من الممكن القيام بهذا التأثير؟ ولكن لا، ليس هذا كل شيء، وإنما انظر كيف يعملون هذه الأصوات المخيفة للسترات الخاصة بفريق العاصفة، نعم بالزلاجات والخوذات الخاصة بالدراجات النارية. لا أعلم بشأنكم، ولكن دائما ما قد أعتقد أنه لديهم ميكروفونات في كل مكان وهكذا ينتجون هذه الأصوات. لقد عشنا مخدوعين. أولا وأخيرا، حديقة جوراسيك. في هذا المقطع الصغير نرى صغيرا من صغار الديناصور وهو يخرج من بيضته. ولكن هل تعلم ماذا فعل القائمون على الفيلم حتى يخرج الصوت حقيقيا هكذا؟ شاهدوا هذا، لقد تم استخدام بعض مخاريط الثلج من أجل الحصول على هذا الصوت عندما تنكسر البيضة ويبدأ الصغير في الخروج. أما من أجل صوت اللزوجة فقد تم استخدام الشمام، ومن أجل تلك الخشونة في جلده تم استخدام ثمرة أناناس. دون شك كل هذا مع بعضه قد أحدث المعجزة، ومن المؤكد أن أكثر الأصوات التي جذبت انتباهك هو صوت الديناصورات على مختلف أشكالها وأحجامها وكيف قاموا بإعدادها. فقد كان المسؤولون يستعينون بالخنازير وصوت زئير الحيوانات المختلفة كالأسود والنمور والدببة، وكذلك صوت الحوت الأبيض المعدل لكي يكون مناسبا لصوت الديناصور. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.